لنين بالفرق بين الموالة والازهيرية ما توجد هناك فروق، يعني سواء موالة ولا زهيري، بس في بعض الأقوال أنه قالت الزهيري يعتد أنه هو مثلا 7 بيوت أو ينقص يصير 6، فالموالة تعتبر هي 7 بيوت ما تتغير. والقول الثاني قالوا أن الزهيري والموالة مجرد تسميات، هذا الاسم هي من العراق وهذه الاسم هي من دول الخليج، فبالأساس هي يعني خلينا نقول اسم يربطهم معنى واحد.